نحكيو اليوم على ظاهرة عدم خلاص الدين أو ما يعرف بالقلبة. علاش انتشرت في تونس؟ انتشرت على حسب الوضعية الاجتماعية الهشة برشا في تونس. يا أخو ما عندوش منين يرجع، هذاك السبب الرئيسي. الفقر، العبيد ما عندهاش فلوس، وضعية هشة كبيرة، وضعية اجتماعية متردية برشا للعبيد. منين باش تجيب تاخو؟ مين مع بعض ما تنجمش ترجع منين؟ حكمت فيها الوضعية الاجتماعية الهشة المتردية على الاخر. رايك ما فهمش يعني متعمدين يعني يمتهنوا الشيء هذا؟ المتعمدين اذا كنا نحكيو على الطبقة الفوقانية الراقية، هذيك نحكي وقتها متعمدين واحد. أما الطبقة اللي بقات توا سامحني منين متعمدة؟ هي مش متعمدة. الوضعية الاجتماعية هي اللي حكمت فيها. يقلبوا فلوسها خاطر ما يعرفوش مع شكون يستعملوا، ما خدموش بخاطر. ليه ما عادش ترى جملة؟ كيفاش ما عادش ترى؟ ما عادش يزعلك تليفون، تطلب ما عادش يزعلك تليفون، يشوفك في الشارع يدور وجهه، يحسبك روحه ما يعرفكش. يعني اليوم اللي باش يعطي فلوس باش يخسر صاحبه وهكا يقولوا؟ يخسر كل شيء، حتى من الفامي. كي تسلف فلوس فيها فامي ما عادش يعرفك جمله، ما عادش يزعلك حتى التليفون. علاش؟ خاطر العباد الناس كلها تولي تقرا توا عيني عيني، يعني توا تشوفي القلبه توا. حتى في السياسه تشوفيها، نحن تشدوا منا كراسي من هنا، الناس هي متهمه، والناس كلها تاخذ في كاميرات وفي الشيكات، من بعد تقول لك تجيني كفاءه وتجيني معناتها كل يعني من اسمع نقول احنا في المحاسبه تتنحال وكل شيء. ما تقول لك يضرب ضربته بعد خليها في المحاسبه تجي وقت ويعفيه عليه. هاي شنو اخر باش نقضيه على الظاهر هذه؟ شنو لازم القانون يطبق؟ اذا ما ثماش قانون مطبق ما تطبق بصرامه تقعد نفس الحكايه. والعباد محتاجها تو، الناس كلها تو خدمه ما ثماش، ومعناتها بطاله وميزيريا، وتشوف البلاد وقفت بلاد، الناس كلها ولات تحط الحبس والقلبة معناتها نورمال، معناتها ما عادش العباد تخمم لا في القلبة لا في حد شيء، اعطيها الفلوس وكاو العباد تو. على خاطر نورمالمون الازمه نتاع كورونا هي مشت الاحوال الكل كيها، مشتها على الماء، ما عادش فما حكايه. التشكيات زاد المواطن ما عادش لاحق على حد شيء، كل شيء غلى. يستسهلوا فيها القروضات نتاع البنوك، ويستسهلوا فيها كل شيء، وبالتالي ما عادش لاقي منين يخلص. تصعب عليه شوي، مره لو نستسهلوا وبالتالي نصعبوا في التخليص. يعني الظروف الاجتماعيه هي السبب؟ الظروف الاجتماعيه ووضع البلاد. ووضع البلاد هي السبب. وكان نحكيك على قربه اخرى باش تبوا في امور سياسه كبيره. تو نشوفوا شومان دفير نتاع مثلا قداش مديونه للستيك بالمليارات. نشوف البنوك كيفاش مديونين رؤوس الاعمال بالمليارات. هذا كله وين ماشي؟ كل واحد يكسر شركه ويعاود شركه اخرى، كل واحد يكسر شركه وتجديد نتاع القروضات وكذا نتاع بعض. المواطن ما عادش لاحق على حد شيء. توصل في الاحتياج، يعني محتاج السيد. مش بمعنى اني ندعم في كونه هو يقلب، اما ما يتصور يتسلف وما يلقاش منين يخلص. مش حسب رايك شو باش يعمل؟ هما ثم الظاهرة هذه فيها زوج نواع من العباد. ثم اللي ياخذ باش يخلص، وهذيك نيته يا اخي باش يخلص، اما ما يلقاش باش يخلص. وثم اللي ممتهنها الحكايه، القلبه هذه ممتهنه، وبرشا في البلاد هذه موجودين الاغلبيه منها. هما برشا يعني متحايلين خدمتهم انهم يقلبوا العباد. برشا متحايلين. فهمت. شنو لازم باش المواطن اسمعني؟ لازم الردع. شنو لازم؟ لازم الاحتياط زياده؟ ليش؟ نورمال. هو القوانين نتاعنا القوانين نتاعنا ضعيفه. تلقاها على الوراقه ما في التطبيق ما تلقاهاش. ونعطيك مثال اكبر، مثال بسيط هذا نعيشوا فيه. انا نعمل في الدومين، انا كونتابلي نعمل. نعطيك مثال، مثلا هو التنفيذ. شو يقول لك؟ يقول لك نقلب وش باش يعمل لي فيه؟ فهمت؟ حاجة أخرى، زاد الدولة في مساهمة في الحاجة هذه، كيفاش؟ أنك تجي مثلا باش السيد يعمل مثلا تلقاه شخص وبيديه ويعمل لك ثلاثة أربع شركات، هي اللي هي الشركة هي بيديه. الشركة هي بيديه، وثم مثلا عندنا كلمة شو يقول؟ يقول سهل نصلحوا الخطأ والأصعب نصلحوا الخطأ. مادام الشخص عشيك سامحني في الكلمة بين فريق يعني، ولو أنا كلمة سقوية قلاب.
يبقى خليه فهم يبقى موضوع الظاهره فيه شنو العقليه نتاعنا نتاع ردع ماهيش نتاع لو جاء مثلا القانون ردعي يعرف اللي قبله مثلا كم اللي قبله ترضع عادش يقلب اللي بعده حاجه ولا الظاهره ولا تتشجع ويزيد نقول لك حاجه اخرى يقلب اليوم ويقلب غدو ويقلب بعد غدو ويقلب العام الجاي ويقلب عادي اللي تسلفهم فلوس ما يرجعوش ولا بالحق كيفاش؟ معناتها تسلفهم فلوس يقول لك انا مخسور وكل شيء وكي تقول له تطلب فلوسك ما يرجعلكش يمرجك بالعام وبالعامين وبالخمس سنين والله العظيم ما عادش فما امان في الدنيا هذه والله شنو لازم باش نقضيو على الظاهر هذا؟ واحد ما يستحفظ على فلوسه ما عادش يسلف هكا ما عادش فما ثقة اليوم في البلاد؟ ما عادش فما ثقة ما عادش فما ثقة اللي يجيك مخسور وكل يقول لك سلفني وراس الشهر نعطيك يطفي عليك الضوء والله العظيم يقولوا اللي في الوقت هذا اللي يحب يخسر صاحبه يسلفه فلوس بالحق وعلاش؟ يعملوا دوينة راهو هما الفلوس يعملوا دوينة يولي كان باش تطلبوا تولي انت مطلوب طبيعي انه شكون انا نتصور موجود منه لانه كثره الفقر والمستوى المعيشه يعني قلت برشا اليا باش يولد هالحاجات هذيا معناها مش مستغرب هالحكايه ولا باش تفاجئنا يعني واضحه العمليه كنا قبل نتفرجوا في مسلسلات ونتأثروا في المسلسلات نتاع في مصر قبل وفقر وكذا ونقعدوا باهتين في المسلسل هذاك اش فيه يعني من قلبه وطرق نتاع قلبه وتحيل لكن اصبح شيء ولا عادي في تونس ولينا نمارسوا فيه عادي هذاك هو يعني فما متعمدين يعني حتى يكون عندهم فلوس لكن يمتهنوا في الخدمه هذه اكيد اكيد بدون شك اكيد اكيد بدون شك ما الناس ما ترقدش يبيت في الليل يكمبس شنو تقول لي بطريقه او باخرى يعني حتى الشيطان ما يوصلش يخمم فيها الحال طب يبقى علينا الستر وكا والله ممكن عندها برشا اسباب سيستم دوله هذايا ما عنديش ليه تفسير اكثر من هك انت يعني سبق لك انك اعطيت الفلوس او سلفت فلوس يعني وما رجعتلكش يعني أو حاجة كما هكا نتصور مرة واحدة أعطيت فلوس لكن معناتها فلوس قليلة هي مبلغ رمزي ولكن ما رجعليش كان لك درس؟ لا ما كان ليش درس أما وليت نحتاط وكهو وليت نحتاط من باش نسلف إنسان مثلا فلوس كبيرة ما نتسلفش لا نتسلف لا ناخو لا نعطي أما علاش مثال القلبة انتشرت شنو السبب؟ والله ممكن من وعي نتاع العبيد، العبيد ما تخافش ربي، ممكن هكا تفسير. إنسان ياخذ فلوس وما يرجعش وما يرجعهاش، حرام حتى عند قدام ربي حرام.